الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أعمالنا وسيئاتنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس. حديثنا اليوم عن ما يتعلق بإجراءات تصفية التركات، وتعلمون يا رعاكم الله أننا في هذه الحياة ونتعامل مع هذه التركة وغدا نحن موروثين
أوصيكم جميعاً وأوصي نفسي أن الإنسان يحرص على التعامل في جميع أموره بالوجه الشرعي، وأن يقدم ما أمر الله سبحانه وتعالى من صلة رحمه، من التعامل مع هذا المال، من كل هالأمور يجب أن يقدمها على ما يفنى وهو المال. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كنا عند الشيخ عبد الرحمن البواب وكان له تفسير جميل في حديث: ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فهي ثلاثة أمور: أكل وصف بالبلاء بالفناء، أكل وصف بالفناء، ولبس وصف بالبلاء، والأمر الثالث وهي الصدقة التي وصفت بالمضي. فلما تقيس هالأمور الثلاثة لا تجد لك من هذه الأموال إلا ما تصدقت فأعطيت. هذه يعني حكمة ولطيفة من العطاء الحليم. فأرجع لكم، نرجع يا أخوان على مسألة التركة والمعنى المقصود العام للتركة. المقصود العام للتركة هي ما يخلفه المتوفى من أموال، سواء أموال، سواء كانت هذه الأموال الناطقة عنه اسم العام. تبين أجي أكتبها أنا وأنت تشرح؟ أموال؟ هذا أكتبها. لا 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 أسمع. أنت تشرح شيء. فالتركة بشكل عام هي الأموال، سواء كانت نقدية أو ما نسميها منقولة أو ثابتة. المنقولة سواء كانت نقدية أو غير نقدية، سواء كانت مجوهرات، جميع الأموال التي ثروة حيوانية، كل هالأموال هذه تسمى غير نقدية. ونجد الأموال الثالثة اللي هي العقارات. فطبعا لما نكون أمام هذه التركة فيجب البحث عن لما تكون الصلحات. لما نجد الآن التركة أمامنا، الآن هذه التركة، فلا بد البحث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول التي يجب النظر فيه والمبادرة في إنهائه، ونوصي جميع الورثة بهذا الشيء، اللي هو الدين. لماذا؟ لأن هذا المورث معلق رقبته بهذا الدين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة، كان يسأل من عليه الدين لا يصلي عنه. وتعرفون قصة الصحابي الجليل الذي رفع يده وقال: دينه عندي. فيكون مرهون ومعلق ذمته بهذا الدين، فيجب مبادرة مباشرة إبراء ذمة المورث من هذا الدين. المرحلة الثانية اللي هي الوصية. طبعا الوصية أحكام مهمة ومختلفة. فيوصي الإنسان سواء كانت لورثته، يوصيهم بتقوى الله، بالصلاة، وقد يوصي بجزء من ماله. وللوصية أحكام ألا تكون لوارث،
لا يوصي بالماء لورثة معينين من هالأمور، ولا يجوز أن تزيد لا تزيد عن الثلث. وهنا دائما يا إخوان ترى فيه يحصل اختلافات، وحتى تصير في المحاكم ومرت علينا كثير، اللي هو ما يفرقون بين الوصية والوقف. وأنا بسألكم الحين شو الفرق بينهم؟ بين الوصية والوقف؟ على سؤال وجهنهم خلينا نجاوبون يا شيخ. ما الفرق بين الوصية والوقف؟ وقف بالمثل إلى مسجد شيء دافع على طول. لا غير صحيح. قد تكون الوصية كذلك في بناء مسجد، في أمر دائم. والوقف شيء لله. توقف شيء لله، الوصية ممكن توزعها على الناس. لا، وقد يكون الوقف توقف أصل معين ويكون يوزع للورثة. يعني تخيل الإنسان يجوز أن يوقف على الورثة، لكن لا يجوز أن يوصي على الورثة، ويسمونه الوقف الأهلي. ها يا أخوان فكروا شوي، يلا دخل تعالوا معنا. طيب، والحديث المفروض يكون الحديث عن الوقف في جلسة، لأن الوقف المفروض جميعنا نهتم فيه. الوقف يكون الإنسان يوقف ويكون ناجز من تاريخ التلفظ بصيغة الوقفية، فيقول الإنسان أوقفت هذا العقار، أوقفت هذا السهم، أوقفت أي شيء، ويكون ناجز من الآن، ويخرج من ذمتك من الآن. الوصية لا، ما تنجز ولا تخرج إلا بعد الوفاة. الوقف من الفروقات بين الوقف إذا عقدت النية وتلفظت بالوقف خلاص انتهى الموضوع. الوصية دام انك حي ما عندك مشكلة، تقدر تعدل وتبدل وتزيد وتنقص. يقولون أوقفت بعد موتي.
فيسألها القاضي يقول أنت الآن أوقفت الآن فما يقدر يعني أو قصدك أو صيد. فبعضهم يشكل عليه الجزئية هذه. نرجع للجزء الثالث اللي هو التركة اللي هي الدنيا هذه اللي للمال الورق. احنا قلنا الآن التركة نقدية أو يعني منقولة وغير منقولة. لما تجي في التركة أوقات تجدون فيها عقارات، مبالغ في البنوك، أسهم، أغنام، ساعات، مجوهرات، بخور، كل هالأمور المتبقي هذا اللي هو الخاص بالورثة. السؤال الآن احنا لما نكون في هالمرحلة هذه وش الواحد يتعامل كيف يتعامل مع هال ويجون احنا عندنا كثير مثلا في المكتب، طيب انا امام هالموضوع هذا شو نسوي في هالموضوع هذا؟ اول مرحلة نقولها دائما ونفضلها دائما اللي هو الحل الودي بين الورثة. بحيث انهم يحلون الامور بشكل ودي بينهم مع الاستعانة بمحام او خبير بحيث انه ينظرهم الاجراء حتى لا يقعون في خطا، ما يكون في عندهم خطا معين او خلل معين. ما يكون المحامي هذا عباره مثل الكشاف، مثل الإناره اللي حتى تكون اجراءاتهم سليمه. فيكون هناك الحل الودي. عندنا الان طريقتين، عندنا الحل الودي الان هذا متبقنا التركة. عندنا الان لها طريقتين، الحل الودي عندنا، وهذا نقول دائما هذا هو الصح وهو الافضل لمصلحة الورثة وهو الذي يحقق صلة الرحم. يتواصلون الاخوان فيما بينهم يحلون مشاكلهم. ويجب احنا يا اخوان نتعلم نقطة مهمة اللي هي ايش؟ انه ممكن اختلف مع اخوي في تقسيم في الآلية، لكن يجب ان اتعلم اني ما اقابل اخوي، بمعنى اني اخالف الرأي لكن لا اختلف معه في هذا الامر. ويجب ان لا يكون المال، هذا المال لا يجب ان يكون سبب لقطيعة الرحم. خلاص انا اختلفت معه في الطريقة في الآلية، مو معنى هذا يعني انه يتحول لعداوة، يتحول لفرقة. والله يا اخوان انا من الحاجات اللي مرت علي عجائب وجدت ام مع اخوانها. انا كنت اتخيل ويمكن تسمعون الشيء هذا انه دائما لما يكون في اربع زوجات وفي عيال من كل جهه انه تحصل خلافات، لكن صارت ام واحده واولادها لا. والله انه مرت علي حاله، شوف شلون كيف الدنيا قصه ممكن يعني. وجدت انه وطأت امراه عندها يمكن اربع او خمس عيال ومختلفين في قصة التركة. والله العظيم يا اخوان انه الولد ماسك امه وحاطه على جدار ويتهددها ويتوعدها وبسوي فيك وبفعل فيك. وان الام حق لا من الاب المورث اللي توفى الاب. والام قالت هذول لا يدخلون علي.
للاسف الشديد انه نصل لهالمرحله هذه. طبعا اكتشفت حاجه عجيبه من سياق القصه، ولما عرفت استغربت انا هالحاله كيف الابن، يعني يا اخوان احنا يعني البهائم والحيوانات تجد ان الام مع اولادها في لطف وفي رحمه وموده بينهم، ما بالك بالاولاد. فقد استغربت كيف الحاله هذه. وجدت ان السبب عجيب، وجدت ان الام كانت هي والاب كانوا يروحون للبنك يحطون ودائع لهم في البنك، والوديعه اللي هي بعوائد تقريبا يعني، وكان الاب والام ياخذون هالودائع وياكلون عيالهم. طبعا نتكلم، انا ما اتكلم عن الناس مثلا والله يسيئين، لا، واحد لواء، واحد عقيد، واحد مهندس، وواحد عن ناس متعلمين. إلى 15 سنة.
وإلى اليوم رخصه. يكون عندي رقم إجمالي لهذه التركة.
مثلا نجي مثلا والله نقول مثلا عنده مثلا نقد مثلا 10,000 ريال، عنده مثلا اسهم قيمتها السوقيه كذا، عنده ثروه حيوانيه مثلا كذا 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 نحصيها. فنجي العمليه كيف تحويل هذه الامور من الثروه الحيوانيه او الموجودات او العقارات الى الى ارقام. طبعا في عندنا طريقتين، اللي هي اذا كان من الورثه ويثقون الورثه فيه احد خبير وعارف بالاسعار فيكون في بيان يعرض على بقيه الورثه ويصادقون عليه، وهذا يصير في حالات قليله مو كثير. الحاله اللي دائما تصير اللي هم تعيين خبيرين او اكثر لتقييم هذه الموجودات. فلما تجي مثلا للابل وللغنم تقول انا والله احتاج لفلان وفلان وفلان ثلاثه خبراء يثمنوا لي الابل، يثمنوا لي الاغنام، يثمنوا لي الموجودات، كل حسب اختصاصه، كل حسب فنه ومعرفته. العقارات كذلك ويؤخذ المتوسط. ويؤخذ المتوسط بمعنى انه لو مثلا عندي عقار واحد ثمنه بعشرة وواحد ثمنه ب 12 وواحد ثمنه ب 15 على سعر، نجمع الارقام الثلاثه هذه كلها 10 و 12 22 و 15 37 ونقسمها على ثلاثه، يكون الناتج هو السعر السوقي او القيمه السوقيه بهذه العين سواء كانت عقار او غيره. بعد ما تتحول العقارات هذه كلها الى رقم معين عباره عن ارقام بخانات، نفترض والله طلع عندي القيمة مثلا 10 مليون، هذه ال 10 مليون طبعا عبارة عن مثلا نقد زائد أسهم زائد ثروة حيوانية زائد موجودات زائد عقار. طيب احنا نعطيك 10 مليون وعندي مثلا ورثة، كيف؟ وهنا نجي المرحلة نسميها المرحلة الفاصلة، يعني المرحلة الحاسمة. وأنا مثل ما قلت لكم لا تجدون أحد يبغى يقول لك والله في آلية محددة. ما في قاعدة محددة إلا باتفاق الورثة. أبعطيكم عدة خيارات أو احتمالات وتجدون أن بالفعل والله أنه ممكن نطبق الحالة هذه، ممكن نطبق الحالة هذه، ممكن نطبق الحالة هذه. الآن أنا أعرف، الآن أنا أعرف، الآن أنا عندي 10 ملايين. ومن خلال معرفتي، من خلال صك حصر الورثة، أعرف أن الزوجة أو كل زوجة لها رقم معين من 10 ملايين. لهم الربع، كم لهم من الربع 10 ملايين. الأبناء والبنات وبقية الورثة، كل وارث كم له؟ فعرفت أنا من هال 10 ملايين كم نصيب الزوجات وكم نصيب كل ذكر وكم نصيب كل انثى. هنا نجي نعرض الامور، نعرض الاموال هذه على الورثه. في الغالب الورثه يفضلون عمليه مرحلتين اللي هي مرحله المقاسمه، وهي مثل ما ذكرت لكم انها افضل شيء، بحيث انه هل العقارات أو هذه الأموال لما تعرف السوق ويقول قال مال الورثة دائما ينقص في قيمتها ناقص
إلى 20%. دائما ينقص إلى 1%. فالأفضل دائما الورثة مقاصرة، وبعد ما تنتقل هذه الأموال للوالد سواء كان زوجة سواء كان بنت أو أخذ من الثروة الحيوانية وأخذ من النقد وأخذ من الأسهم وأخذ من العقار، يتصرف فيه من تلقاء نفسه جميعا. أوقات بعض الورثة يقولون حنا النقد والأسهم لأن ما فيها مشاكل، هذه واضحة وسهلة، يقولون اقسموها بيننا وسهلة. يقولون الثروة الحيوانية هذه بيعوها، وكذلك سوقيا سهلة بيع الثروات الحيوانية بالذكاء والجنون. نجي على العقار، بعض الورثة يستبعدون لما يكون عندهم مجموعة عقارات معينة، والله أنا هل الأرض الفلانية والعمال لا حاجة فيها بيعوها. وأوقات يجون بعض الورثة يقول والله لا نبغاها كلها، فهي تعتمد على ما يسمى رغبة الورثة والاتفاق فيما بينهم. من الحالات اللي تكون بعض الورثة فيما يتعلق بالعقار اللي هم يلجؤون إلى يقولون حنا نعرضه للبيع ويكون للورثة حق الشراء. وهذا دائما الحل هذا يحافظ على سعر العقار بحيث ان الورثة يتزاودون مع بقية المشترين والراغبين في الشراء ويحافظون على سعر العقار مرتفع، وهم يكون لهم الأولوية في الشراء. فاللي أبغى أوصل له أنه ما في نقاط محددة، ولكنها تعتمد على حجم التركة. يعني أوقات لما تكون مثلا ورثة وما عندهم إلا بيت ولا كذا، لا بد أن تراعى مصالح الورثة. يعني لما تكون مثلا منازل يرغبون الورثة في السكنة، لما يكون شيء محدود، لما يكون عندهم أرض أو شيء ما يمكن قسمتها. يعني أوقات يكون عندهم مثلا أرض واحدة ولا يمكن قسمتها بين الورثة، مالك إلا تحولها تبيعها وتوزع قيمتها على الورثة. فالخيارات هذه كلها تعتمد على المعي الأولى حجم التركة، والأمر الثاني تعتمد على رغبة واختيار الورثة. نجي دائما على الحل الثاني اللي هو اللجوء للمحكمة. اللي هو التوجه للمحكمة، قسمة التركة يورث من بعده وهم ما بعد استلموا شيء.
كذلك حتى المحاكم لا تعتمد على يعني لا تجد إجراء موحد تقوم فيه المحاكم، ولكن أول إجراء واللي يتم العمل فيه بشكل مستمر اللي هو أن الأسهم والنقد توزع المحكمة مباشرة. ثم تجي على موضوع العقارات والموجودات ويكون عندهم إشكاليتين. في الحل الودي السابق الورثة يتفقون على أحد منهم يتولى المحافظة على العقار، صيانته، تأجيره، استلام الأجرة. في المحكمة دائما في الخلافات يلجؤون يحضرون واحد من برا ليتولى إدارة الأموال، وفي الغالب أن الأشخاص اللي يحضرون من برا لا يراعون المال ولا يهتمون فيه، ولكن عملية شكلية مقابل أجرة محددة. فهذا ما يسمى بالحارس القضائي على الأموال. كثير من خلال تجاربنا تضيع أموال عليهم، تضيع أجور، مرت علينا يعني شيء أوقات إنه للخلافات بين الورثة، تخيلوا يقعد العقار ثلاث سنوات أربع سنوات غير مؤجر لأنهم مختلفين في من يستلم الأجرة. وحتى لو يعني مرت عليكم أكيد في بعض في الرياض ولا في غيرها تمرون على عمارة واضحة ما كملت، شو السبب؟ الله ورثة واختلفوا فيما بينهم. وبعض الأحيان تمرون على أراضي وتعرفون من سبب خلافات أنها جالسة ولا بيعت ولا عملت ولا شيء لأنها ورثة. فالمحكمة في الغالب تتخذ الإجراء هذا اللي يسمونه تعيين الحارس القضائي. وكثير من الأحيان يكون في مرمطة في هالموضوع لأن الدخول مع الحارس القضائي فيه إشكاليات كثيرة. المحكمة أول أمر تتمنى وتحبه اللي هو أن الورثة يا ورثة اتفقوا على حل في تصفية تركتكم، وش تبون؟ وش نسوي كذا؟ تبون نبيع؟ تبون؟ المعتاد لما يحصل الخلافات بين الورثة يعين ما يسمى بالمصفي. طبعا لاحظوا الآن أن التركة قاعدة تتناقص، قاعدة صيانتها تندلع، قاعدة إجراءات ما تستلم بشكل صحيح، العقارات تزيد والإجراءات تزيد ولا أحد قادر يزيد، قاعدة تستهلك مصاريف محامين كلها تدفع من ظهر التركة، حارس قضائي أجرته على التركة، مصفي عندنا ما يسمى بالمصفي. فالإنسان دائما أرجع وأقول دائما يحاول يتعامل مع بقية الورثة بالسياسة بحكمة، بمعنى حاول أن خط التواصل بينك وبين الورثة يكون فيه ود، حتى لو شفت أن الوارث هذا ما يدخل ولا يطلع ولا تقدر تأخذ ولا تعطي معه، حاول أنك تتعامل معه بالسياسة، حاول تستعين بأحد. يعني إذا هو مثلا الوارث ما هو موافق معك ولا شيء، استعن بأحد، بخبير، بمحامي يمسككم جميعا ويمشيها في طريق معين، لأن كل وارث يبغى شيء واحد اللي هو نصيبه الشرعي. المصفي عند الطريقتين، طبعا المصفي يعمل تحت مظلة المحكمة. إذا قسمة الإجبار البيع بالمزاد العلوي،
يعطي التوجه في هذا الموضوع اذا كان المال قابل للاجبار يعني قابل للقسمة ولا يحصل فيه ضرر على الورثة فيلجؤون الى قسمة الاجبار من ذاته تكون مثلا في يعني تكون الاموال متماثلة تكون محددة يعني بمعنى مثلا والله انا عندنا مثلا 10 سيارات لاند كروزر جداد ونوع من واحد وعندي مجموعة من الورثة وامكن قسمته بحيث ما حد يتضرر نلجا الى قسمة الاجبار لكن والله انا عندي مثلا 10 لاند كروزرات مستعملة هذا شيء غير اختلاط يرجعوا هذا المبرش وهذا القياس هل هذا حلال؟
بحقك لا يبرر بك، خذها قاعدة عامة، لا يبرر لك ارتكاب أمر مخالف للشرع. بمعنى لا يجوز الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يرتكب أو يقع في الغش لأنه ما فهم أو ما استوعب. الله أدرك المسائل. فالإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى العفو. وعليكم السلام ورحمة الله. يتولى يعني اثنين او ثلاثه من الاخوه يتولون
لرعاية القاصر وإدارة شؤونه وأمواله. المحكمة طبعاً ابتداءً القاصر المسؤول عنه والدة، إن لم يكن الوالد موجود تكون الوالدة، ثم يكون في تناوب في مسألة الولاية على القاصر، وهذا يعني الأحكام الشرعية تسمى بأحكام الولاية. يعني السؤال اللي المفروض يسأل يقول لي
المال بهذا المال مع الوقت. ما له وما عليه. مر علي واحد من الغريب كان شايب من اهل الجنوب.
الممتلكات نسجلها لهم ونجهزها لهم، الديون التي للغير، الديون التي على الغير، الوصية سويها نقسمها تقسيم دفتره، الوصية فيها كذا كذا كذا، وصيتها لورثته. فالإنسان لابد أن يكون في منظم أموره وموضح لكل شيء، ويفضل هذه الوصية. والإنسان وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء ولها نماذج محددة موجودة حتى في الإنترنت، ممكن الإنسان يستخرجها ويكتبها ويسجلها. وإن كان أحد يرغب بالوصية، هذه دائما أنصحها، لا تقول أوصي بالربع أو بالخمس، لا. إذا ربي تبي توصي بشيء محدد، أوص بعين محددة. ليش؟ لأنك حتى لا تدخل هذا الربع في جميع الأموال، ولكنه يكون محدد. أسأل الله للجميع التوفيق. إذا فيك أي سؤال أو استفسار، بحسب ما يحتاجونه. ولكن انا ما اشتري لولدي
مرسيدس والثاني اشتري له هايلوكس. سبحان الله يا اخي يا اخوان، انا مرت علي واحد من العيال يملك، عيال الولد يملكون معهم سيارات مرسيدس وعمالهم اللي هم معهم كابريات. وش تتوقعون يعني وش بيصير يعني؟ هذا عدل؟ تلقى واحد مثلا من ولد من زوجة ما عنده ولا شقة، والولد الثاني عنده ملايين قاعد يلعب فيها، هل هذا عدل؟ لا. فالعدل أول شيء أنت كل إنسان يعرف كيف تحقيقه، بمعنى أنه أول أمر متعلقة بالاحتياجات، متعلقة بأن الإنسان يأخذ بمثل ما أخذ فيه، ليست بمعنى المساواة بمقدار نفسها، ولكن حسب المتغيرات. وعلى كل حال العدل بشكل عام هذا موضوع واسع ومهم جدا للإنسان أنه يفهم فيه كيف يعدل بين أولاده وبين البنات. من المسائل اللي بس بعطيكم اياها واتمنى انها تتركون للبحث الموجوده في الانترنت، اللي هو الانسان ابغاكم تبحثون لها، يعني اذا اعطيت ولدك 50 ريال، عطيه 50 ريال كتابه؟ ها؟ لا، اذا اعطيت ولدك 50 ريال، هل تعطي بنتك 50 ريال ولا 25 ريال؟ وش رأي اللي يقول عطي البنت 50 ريال يروح عندنا؟ هذا إذا عطي، يعني إذا بعطي الولد 50 ريال هدية أو بعطيه مثلا أي شيء، هل أعطي البنت 50 ريال؟ اللي يقول اللي أعطي 50 ريال يروح عندنا. عطي البنت. طيب اللي يقول اعطيها 25 ريال يرفع يده. على حسب. على حسب. 25 على كل حال، هذه مسألة شرعية، اللي عنده فرصة يبحثها ويقدمها كورقة عمل عندكم هنا. ما نجاوبكم. لا، هذه لها فيها فتوى للشيخ ابن باز، وفيها فتوى كذلك للشيخ ابن عثيمين، ودائما نسأل عنها. يقرا كعبه من اللي لا 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 انا ما عفوا انا بس ها؟ طيب على كل حال اختلف العلماء في هذه المسأله. من العلماء من راى ان في العطايا والهبات يجب المساواه بين الولد والبنت. طبعا احنا لا نتكلم عن النفقه، هذه الفرق بين العطيه غير النفقه. النفقه غير، بمعنى ان الولد يحتاج سياره، الولد يحتاج سياره ما راح اشتري للبنت سياره او اعطيها قيمه السياره، هذه احتياجات. هذه احتياجات، هذه مختلفة النفقة. هذه تعطيها وتعطي الولد أو البنت حسب احتياجه، الولد يحتاج سيارة تعطي سيارة، البنت لها طريقة مواصلات أو جامعتها أو غيرها أعطيها شيء ما يلزم تعطي الولد مثله. هذه هي النفقة، والنفقة تكون بالمعروف وحسب الحاجة. الولد يبغى يتزوج تعطيه غير من لم يرغب في الزواج، يعني انا بزوج ولدي ما اعطي لغيره. لا 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 تكون حسب المعروف. انا اتكلم عن العطيه اللي ما لها علاقه بالنفقه، واحد يبغى يوزع اموال على اولاده. من العلماء من راى ان تكون
مثل حب الأنثيين، وهذا أنا شخصيا اللي أعمل فيه يعني. لما يعني نتعامل أوقات مثل يكون عندنا مثل حالات هذه نعطي الذكر مثل حب الأنثيين إذا في العطايا. يعني جينا مثلا أوقات بعضهم يبغى مثلا يعني يوزع أو يعطي، فنقول احنا نرى أنه يكون للذكر مثل حب الأنثيين. بعض الأوقات بعضهم يسوي وقف، الوقف هذا يقول أنا أبغى أسوي وقف حفاظا على الورثة. أوقات بعض الأموال إذا وزعت على الورثة بعض الورثة لا يحسن التصرف فيكون فقير، يخسر ولا شيء، بعضهم يبيع العقار حول أسهم تخسر، تصير الحالات هذه. فبعضهم يحط عقار أو عقارين أو أقل أو أكثر ويقول هذا للورثة يوزع عليهم. فهل هذا التوزيع يكون بالمساواة أو يكون بالذكر مثل حظ الأنثيين؟ احنا طريقتنا والشيء اللي دائما ننصح فيه أن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى كل حال هذه مسألة